في حين هاجم علي ماهر المدير الفني لفريق الأسيوطي طاقم حكام مباراته أمام طلائع الجيش بالدوري بسبب عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لفريقه، وكذلك عدم استكمال الوقت بدل الضائع للنهاية. انت اللي بتهاجم على طول، فرقه جايه بتدافع، يعني فرقه واقفه قدام فرقه الاسيوطي دايما، كل فرقه الحمد لله بقت بتلعب قدامك متوقع ان انت في اي وقت تجيب جون، في اي وقت انت اللي مسيطر، انت اللي بتحاول انك انت تجيب جون في اي وقت، وليك ضربه جزاء مليون في الميه متاكد. الحكم بس انا عايز، ما بحبش عمر ما اتكلمت على الحكام، لكن المهم يبقى عندي سنس، عايز بس يبقى عندي سنس بس. انا يعني مش مصدق ان الكوره دي ما تحسبش بنالتي، وبعدين في ثانيه اول ما الكوره جت علينا حسبتها، ماشي اديني حقي ما اقولكش غير كده. فلازم كابتن عصام، بس انا عايز افهم يعني ايه، يعني يبقى بس في سنس، انا بقول عايز عدل، انا ما بقولوش اديني غير حقي. الحاجه الثانيه، حسبت 4 دقايق وقت ضايع مع لعب، يعني في ماتش في الدوري الانجليزي اتعاد بسبب انه ان حكم ما كملش الوقت الضايع، اتعاد بسبب الموضوع ده. فحتى دي ال4 دقايق والله ما كملوا، والله ما كملوا ال4 دقايق، اكن عايز تطلع الماتش كده ليه؟ ما تديني حقي، انا ما بقولكش تبقى معايا ولا تبقى معايا، اديني حقي بس. لكن بقول مع عمر ما كلمت الحكام، بس انا بس بقول يبقى في سنس ويبقى في عدل بس.